اختتمت وزارة الأوقاف دورة كبار علماء الهند التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية على مدى 10 أيام لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر. واستهدفت الدورة تبادل الثقافات والأفكار بين العلماء المصريين والهنود، بالإضافة لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها. وفي ختام الدورة تم تكريم الأئمة والواعظات المشاركين في بعثة الحج لهذا العام، نظرا لما قدموه من مجهودات خلال البعثة. انطلقنا بقوة في مجالات التدريب، سواء للأئمة والواعظات من داخل جمهورية مصر العربية، أم للأئمة والواعظات واليوم لأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم. هذا وفد شديد التميز، هو من أساتذة الجامعات، من كبار العلماء والمفكرين والأئمة بدولة الهند، بينهم 7 عمداء كليات، وسمعتم أحدهم وهو يقول أننا سننقل هذه التجارب الوسطية وهذه المناهج وكتب الأوقاف وإصدارات الأوقاف وننشرها بكثافة في بلادنا ونعتمدها في مناهجنا. الحقيقة ده شيء نسعد به، وده جزء من رسالتنا، وده الدور الحقيقي التاريخي لمصر الذي استعادته بقوة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله احنا لتاني مرة بنطلع واعظات بنرافق البعثة الحج المصرية. الحمد لله كنت سعيدة الحظ ان انا كنت في البعثة الرسمية اللي هي حجاج القرعة، وحجاج القرعة دول متعة خاصة بقى في العمل، لان دول غالبا بيبقوا الحج لأول مرة. هو كان السنة دي كلهم لأول مرة، بس انت بتشتغل بقى مع كل محافظات مصر، مع الناس اللي اخر قرش في جيبها بتحج بيه، فطبعا متعة في العمل غير عادية، استسلام فكرة انه عايز يعمل الحاجة صح ويعملها بافضل حاجة. فادخل علشان توعي الناس دي وتعلمهم ازاي يعملوا حجتهم مظبوطة وتعيشهم التجربة الروحية للحج نفسها، طبعا يعني بتبقى متعة تانية خالص، وتجربة الحقيقة بنسعد بيها كل سنة. احنا مجموعة من الأئمة المصريين، 5 من الأئمة المصريين شاركنا في الدورة العلمية المتخصصة لكبار علماء الهند بأكاديمية الأوقاف الدولية. الدورة دي كانت متميزة بأن مجالاتها متعددة جدا، درسنا جانب من العلوم الشرعية وجانب من العلوم العربية وأيضا جانب من الثقافة العامة والإعلام وغيرها من المجالات المتخصصة. الدورة ركزت على محور الوسطية والتسامح في ديننا، وإزاي ننقل الفكرة دي والثقافة دي مع زملائنا علماء الهند في بلادهم. حقا وحقيقة إن هذه الدورة دورة نافعة ومتميزة بكل معنى الكلمة، لأننا تلقينا من المشايخ الكبار ومن العلماء الأجلة العلوم والأفكار التي تنشط الأرواح وتنور القلوب وتفتح الأبصار، وكذلك لأنهم أخذوا بأيدينا إلى علومهم وإلى أفكارهم التي تجسد السماحة، التسامح والوسطية والاعتدال.